لقد اطلعت فخامة الرئيس على مجمل التحركات التي نقوم بها من أجل شعبنا، من أجل نيل شعبنا الفلسطيني لحريته واستقلاله، وبخاصة لقائنا في الأسبوع الماضي مع فخامة الرئيس ترامب، والذي لبى دعوتنا ونتطلع للقائه قريبا في بيت لحم، وقد أكدنا له استعدادنا للتعاون معه ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي تحت رعايته من أجل صنع السلام، كما وأكدنا التزامنا لمواصلة العمل معا وفي إطار الشراكة الكاملة لمحاربة الإرهاب. وأكدت لفخامة الرئيس أن مطالب الأسرى جميعها مطالب إنسانية، مطالب إنسانية، وقد مضى اليوم 23 ولا زال الأسرى مضربين، وأخشى ما نخشاه أن تحصل أحداث مؤسفة لهؤلاء الأسرى، الأمر الذي سيعقد الأمور أكثر وأكثر. ولذلك نحث الحكومة الإسرائيلية على تلبية طلباتهم الإنسانية بأسرع وقت ممكن. أكدت أيضا لفخامة الرئيس شتاينمايير حرصنا على توحيد أرضنا وشعبنا وجهودنا من أجل إنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل واستلام جميع أوجه الحياة هناك، والتوقف عن خطف قطاع غزة في إطار الأجندات الفصائلية، الأمر الذي سيمكننا من تحسين الأوضاع في قطاع غزة والذهاب لانتخابات عامة بأسرع وقت ممكن. ولشعبكم الألماني الصديق وبلدكم. Thank you.